كانت ايام جامده جدا في الحياه، وكان جيل اكثر من رائع، جيل النادي الاهلي بالتحديد في الفتره ما بين 2005 لحد مثلا ايه قول 2012 2013 كمان، لان الجيل ده كان بيضم ابو تريكه وعماد متعب وبركات وعدد كبير جدا، عماد النحاس ومحمد شوقي، ناس كتير جدا جدا، جلبرتو وفلافيو اثروا في مسيره النادي الاهلي بشكل كبير بيه. وطبعا حب يفكرنا بذكريات البطوله نفسها وبذكريات مباراه النجم بالتحديد، لكن لان المباراه دي اللي فاز فيها النادي الاهلي على النجم وتوج باللقب في 2005 من خلال فوز 3-0 هنا في القاهره على ملعب الكليه الحربيه بعد ما تعادلنا هناك 0-0. ان شاء الله الامور تتكرر سواء بخصوص المباراه ونكسب النجم وبخصوص البطولة نفسها ونفوز بيها بإذن الله مع نهاية المشوار إن شاء الله بإذن الله تعالى. الأهرام قالت النهاردة عن النادي الأهلي، تعالوا نروح نشوف، بتقول إن الخطيب ينهي الملفات الشائكة قبل رحلة فرنسا. مش عارف، حاسس إن الأهرام واخدين اتجاه كده، مش عارف، أنا حاسس كده بصراحة، ما أعرفش أنتوا حاسين بنفس الموضوع ده ولا، لكن في العموم يعني ما أعرفش إيه هي الملفات الشائكة، وما يعني بيتطرقوا لموضوع إن أزارو ما كانش عايز يمشي وكان جيرالدو وكلام من ده، والموضوع يا يعني جماعة مشي ببساطة واللاعب خرج إعارة، وكان كلها امور يعني فيها اتفاقات معينه او بعض الامور اللي بيتم الاستقرار عليها ما بين اللاعب والنادي. وبالمناسبه الاهلي متمسك بازارو بدليل ان هو طلع اللاعب اعاره ما باعهوش، يعني هو عارفين كويس جدا قدراته وامكانياته، وفتره غير موفق فيها هيخلصها او يرجع للنادي الاهلي بعد ما يتخلص من ازمه الثقه اللي كان بيعاني منها خلال الفتره اللي فاتت، والتوفيق يكون محالفه ان شاء الله ويبقى اضافه للنادي الاهلي لما يرجع. يعني الامور دايما بتبقى بسيطه لكن الاعلام ساعات بيهولها شويه. 200,000 دولار للاهلي من اعاره ازارو، مش عايز اتكلم في امور ماديه لان ده امر ما الاهلي ما اعلنش عنه، وصلاح محسن وعبد المنعم في سموحه، وده خلاص يعني الاهلي لسه ما اعلنش رسمي لكن سموحه اعلنوا، او محمد عبد المنعم نفسه اتكلم وبعض التصريحات يعني، لكن خلاص الامور تقريبا يعني خلصت بشكل رسمي. وانا دايما بحب اتكلم بالرسمي يا جماعه لان احنا منبر اعلامي رسمي لنادي الاهلي، فهنشوف الفتره الجايه، لكن هم طبعا اقرب للاعاره يعني انتظار اعلان نادي الاهلي. طيب الاهرام الرياضي، رحلة النقاط الست تبدأ من النجم، وطبعا في إشارة للمباراتين المهمين جدا بالنسبة للنادي الأهلي سواء مباراة النجم أو مباراة الهلال. الفوز هدف الأهلي الوحيد، وده أمر معتاد وبديهي، يعني حتى لو أنت موقفك ممتاز في المجموعة أنت برضو بتلعب كل مباراة على الفوز بس، على هدف واحد وهو ان انت تكسب اي مباراه، ده امر مفروغ منه، ما بالك بقى لما يكون المنافسه قويه وشرسه ما بين الثلاثي الاهلي والنجم والهلال. ان شاء الله الفريق يكون موفق في المباراتين عشان نطلع اول المجموعه، وبدايه طبعا من مباراه النجم نكسب، ونتمنى طبعا الهلال يخسر من البلاتينيوم عشان الامور تتسهل بشكل نسبي وتروح تكسب باذن الله الهلال هناك، والامور تبقى ماشيه بالنسبه لك بالشكل المطلوب يعني. نروح لخبر اخر من المسا، والمسا بتتكلم على ان استعدادا للمباراه المرتقبه مكافئات خاصه للاعبي الاهلي، ويعني دي امور خاصه بالجانب اللائحه الخاصه بالفريق، هنشوف يعني هل في مكافئات خاصه ولا لا، لكن هو كده كده لعيبه النادي الاهلي مش منتظر المكافئات، بالعكس هو جمهور النادي الاهلي هو المنتظر الفرحه من لعيبه النادي الاهلي، هم عارفين كده كويس وعارفين تحمل المسؤوليه ويقدروا يتحملوها بشكل جيد جدا، فإن شاء الله مستنيين منهم كل خير خلال المباراة اللي جاية واللي بعديها بإذن الله تعالى. الخطيب يحفز الفريق، وحضور الكابتن محمود الخطيب دايما بيبقى أمر مميز جدا، وفي التوقيتات اللي بتبقى مطلوبة أو التوقيت اللي بيبقى مطلوب من الكابتن محمود الخطيب أنه يحضر بيبقى موجود في الحقيقة، لأن تواجده بيدي حافز بشكل أو بآخر للاعبين. أولا كقيمة كبيرة جدا، لاعب أسطوري وتاريخي وكرئيس النادي يعني، وده علشان مباراة النجم الساحلي زي ما احنا اتكلمنا. طيب روزا اليوسف بتتكلم على ان رمضان صبحي خارج حسابات الاهلي في المباراتين بشكل عام، مش بيتكلموا بس على مباراه النجم الساحلي، هو المؤكد حتى الان ان رمضان خارج مباراه النجم الساحلي، ده امر خلاص تم حسمه اول امبارح يعني، لكن موضوع ان هو يكون متواجد في مباراه الهلال ولا لا ده هيبقى على حسب تطور حاله اللاعب، هو الحاله خلاص بقت كويسه جدا، لكن في امور تاهيليه خاصه برمضان صبحي دي اللي هتبين مدى جاهزيته لخوض مباراه الهلال باذن الله تعالى يوم 1 فبراير. لو جاهز بنسبه 100% خلاص تاكد ان هو هيكون موجود في القائمه، يعني ان هو بقى يبقى يلعب اساسي احتياطي ما يلعبش خالص ده امر فني خاص بمستر فايلر، لكن الجاهزيه بنسبه كبيره بنسبه كبيره ممكن على مباراه الهلال يكون جاهز رمضان صبحي بنسبه 100%، لان انت هيبقى في اسبوع ما بين مباراه النجم ومباراه الهلال، وهيبقى في فحص طبي بعد مباراه النجم رمضان،
لو فحص طبي الامور بالنسبه لرمضان كويسه فاعتقد هيشارك في التدريبات الجماعيه بشكل كامل على مدار اسبوع، اكيد هيبقى جاهز لمباراه الهلال. ده تحسبا يعني لو الحاله جيده بعد الفحص الطبي بعد مباراه النجم الساحلي باذن الله. احنا عايزين صفوف كلها تبقى مكتمله عشان الامور تبقى ماشيه بشكل جيد. الجهاز الطبي يرفض المجازفه باللعب في معركه افريقيا، يعني هو لحد دلوقتي زي ما قلت لحضرتك النجم خلاص بره، الهلال لسه مش عارفين، هنشوف بس الفرص اعلى ان هو يبقى متواجد. نروح للجمهوريه، اظهروا في الاتفاق السعودي رسميا ونتمنى له يا رب كل التوفيق. طبعا ده من امبارح الخبر ده، لكن الاهلي يواجه النجم الساحلي بالاجنحه الطائره، هم يعني بيتطرقوا لمفاتيح لعب النادي الاهلي بالتحديد بخصوص اجنحه النادي الاهلي، سواء كهربا مثلا، حسين الشحات، اجاييه لو هيلعب جناح، عندك احمد الشيخ كمان بيلعب الفتره الاخيره في المكان ده، وده مكانه طبعا بشكل جيد جدا. يعني احنا عندنا عناصر كتير جدا في الحقيقه، والاداره الفنيه اداره فنيه مميزه جدا مستر فايلر، فان شاء الله ان شاء الله هنكسب باذن الله تعالى. نروح لخبر اخر من مصر اليوم، والمصر اليوم بتتكلم على ان بادجي يقود هجوم الاهلي امام النجم الساحلي، في انتظار طبعا مستر فايلر هل هيدفع باللاعب من البدايه ولا هيكون على دكه البدلاء. مع مستر فايلر ما تتوقعش اي حاجه صراحه، يا ما توقعنا من ساعه ما الراجل ده جه ان الاهلي هيلعب بالتشكيل كذا بنلاقي حاجه تانية في الملعب، او بنلاقي يعني اكتر من تغيير في الملعب، وهو بيبقى ليه حساباته الفنيه الخاصه وبينجح فيها بنسبه كبيره جدا جدا دايما. يعني $600,000 تحسن من انضمام ازار الاتفاق السعودي، خلاص اتكلمنا فيها، وبطل تونس يصل غدا، هيوصلوا بكره باذن الله الجمعه، يصلوا سالمين وان شاء الله يخوضوا المباراه امام النادي الاهلي يوم الاحد الجاي ويتفوق باذن الله تعالى النادي الاهلي على النجم الساحلي، هذا الفريق الكبير ايضا في افريقيا وليه جمهور كبير جدا في سوسه وتونس بشكل عام، بلد جميله يعني وشعب رائع. خلينا نروح لاخر خبر معنا من الدستور، والدستور بتتكلم على موقف احمد فتحي وليد سليمان، وان الموقف بخصوص تجديد الاثنين للنادي الاهلي هيكون بعد مباراة النجم. أنا أحترم جدا الاجتهاد في الحقيقة في الأمور دي، يعني هو الصحفي زميلي العزيز أستاذ محمد الدكر كاتب يعني إن هيبقى في حسم بخصوص هذا الملف بالتحديد مع أحمد فتحي ووليد سليمان بعد مباراة النجم، هننتظر ونشوف هل فعلا هيتم فتح ملف التجديد بالنسبة للاثنين اللعيبة دول بالتحديد، وإحنا عارفين لسه في كمان حسام عاشور وإكرامي برضو لسه هيتم تجديد عقدهم أو هيتم اتخاذ القرار النهائي بخصوصهم يعني خلال الفترة اللي جاية، لكن هنشوف بعد مباراة النجم ايه اللي هيحصل. لكن الأربعة طبعا لاعبين كبار جدا، وكاتب كمان في الخبر إن في عروض جاية لوليد سليمان ولأحمد فتحي سواء من مصر أو خارج مصر في الخليج تحديدا، فهم عايزين يعرفوا موقفهم ايه. الأمور دي دايما النادي الأهلي بيدرسها بشكل جيد وبياخد قرارات الأنسب لمصلحة الفريق، وإحنا يعني كلنا أكيد بنرغب كجماهير أو كمحبي للنادي الأهلي إن الأربعة دول يكونوا موجودين، ده كرغبة أو كحب للرباعي وكجانب فني ممتاز، لكن القرار في النهاية بيبقى للمدير الفني ولجنة التخطيط للكرة، هم أدرى مصلحة الفريق مننا كلنا، لكن فيش غبار طبعا على الأربع أسماء. يعني كوت بادجي بعد إعارة أزار وده أمر خلاص مفروغ منه، جيرالدو مكمل مع النادي الأهلي وده أمر برضو معروف، وصلاح محسن يقترب من سموحة خلاص على وشك الإعلان الرسمي أو خلاص تم الإعلان الرسمي، بس يعني الأهلي لسه ما قالش يعني، لكن هنشوف. نتمنى لهم كل التوفيق سواء صلاح محسن لاعب كويس جدا او محمد عبد المنعم لاعب النادي الاهلي الشاب والمبشر في خط الدفاع، بصراحه لاعب مميز واتمرن بشكل كبير جدا مع الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي على مدار فترات كتيره يعني.